السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأوقات بنلاقي إن عندنا حائط مايل بزاوية معينة، يعني في ناحية فيهم مستقيمة وناحية تانية مايل. طيب هنعمل الموضوع ده إزاي؟ في طريقة إن أنت ممكن تعمل من كومبوننت تبدأ ترسم الحائط، تديله مسار وتبدأ تشتغل عليه. يعني هتقول له سويب وتبدأ تديله المسار بالشكل دوت، وبعد كده تقول له انا عايز ارسم البروفايل بتاعي هيبقى الحيطة بالشكل دوت. على سبيل المثال يعني تقول له اوكي، فهو يبدأ يرسمها لك، بس صراحة هتلاقي فيها مشاكل كتيرة بعد كده. تمام، فعشان كده هتشوف افضل طريقة ان انا اعمل الموضوع دوت. خليني ارسم حائط اهوت، وقبل ما ارسمه هغير اليونت. وهقول له خليه مثلا 3500، جاي شايف حاجات عادي خالص. انا عايز بقى اديله زيادة هنا. طب اعمل الموضوع ده ازاي؟ انا اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل فاميلي، نيو فاميلي، فيبدأ يجيب لي التمبليت. انا عايز حاجة تكون بروفايل اهوت، اوكي، وهبدأ من كرييت. اقول له انا عايز ارسم رفرنس بلان، واحد هنا وواحد هنا بشكل اهوت. من هنا لهنا خليها 3500، ومن هنا لهنا قول مثلا خليها 300. طيب انا عايز اتحكم في الرقمين دول، فهقول له ده 300 خليه لي بارامتر. هخلي ده مثلا W او اوكي، وهنا هقول له خلي ده مثلا H، اوكي. يبقى انا كده عندي 2 بارامتر. طيب هاجي هنا من كريت وابدا ارسم اللاين بتاعي، من هنا لهنا لهنا لهنا، وبعد كده اقول له الاين من هنا لهنا اقفل ده، من هنا لهنا اقفل ده، من هنا لهنا اقفل دوت. تمام كده. طيب بعد كده هبدأ أحمل البروفايل دوت لود انتو بروجكت. طيب هاجي بقى أختار الحائط دوت وأقول له إيديت تايب إيديت، وأقول له أنا عايز أشوفه في السكشن بالشكل دوت، وأقول له أنا عايز أضيف لك سويب آد الديفولت. أنا عايز الفاميلي 1 اللي أنا لسه مختارها كده. تبل تعرف شوف شكلها بعمل ازاي. اوكي طيب انا الارتفاع دوت قلنا 3500. تمام جت بالظبط اهي. وبعد كده هقول له اوكي اوكي، تظهر معايا بالشكل دوت. وطبعا لما يكون عندك نوع اخر بتعمل دبليكيت وتكتب الأرقام الجديدة. تمام، مكتبل بحيث لو في أي شباك أو باب يبدأ يقطع برضه فيه.